اليوم درسنا رح ناخذ حرف الجر. احنا اخذنا اخو منه الاحد الحزنانه، الاحد الحزنانه بس بدون سكر. احمد عبد الرحمن توي ويانا اخذنا اخو، بس شنو كان عنده؟ عنده نقطه؟ لا، شو نسميه؟ احل حزنانه. شو نسميه؟ احل حزنانه. اليوم رح ناخذ منه الجوعانه. منو رح ناخذ؟ الجوعانه. وين النقطه؟ ببطنها. انتم من جوعان مو تلزمون بطنكم؟ هاي نفس الشيء، الجوعانه. ج أولية، ج وسطية، ج آخرية، ج آخرية. راح نصدقوا يا حروف المنية. آ أو ي أولية ي آخرية. جوية الآ جا جا. جوية الأو جو أو جو. جوية الإي جي إي جي. زين، من الحركات؟ فتحة جوية الضمة جوية الكسرة جي 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 هي وين الله حروف الجر من هي؟ عيدوا 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 مضبط يلا صوت واحد. أدوات السؤال من هي؟ زين اليوم راح نتهجى درسنا اللي هو فرج نساج. فرج نساج ينسج البساط، يعني الزوالي قبل كانوا ينسجوها خيوطها يسمونه الساج. هو واخته جميله فرج وجميله نساجين ينسجون القماش البساط. فراح نشوف شنو تنسج. تنسج هي القماش وتنقش عليه نقشات حلوه وريد واجار. فراح نتهجى الدرس وراح نقرا درج يلا. فرجون 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 نس نس اس اس نساجون 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 ينسي
بساطا 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 جديدي جديدا جديدا جديدي جديدا جديدا جديدي جديدا جديدا جميلة 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 نس نس اس اس نساجة 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 جديدا جديدا جميلة جميلة نساجة نساجة ماهرة ماهرة تنسج قماشا جميلا تنسج قماشا جميلا تنسج قماشا جميلا تنسج قماشا جميلا تنقش عليه تنقش عليه وردا وأشجارا زين عندنا هنا ينسج بساطا جديدا انت جديدا شنو قديم بس انا قلت قديما يا بطل ارفع ايده بدون هوسه يقول لي اكتب لي قديما تعال ثامر على ثامر اكتب لي قديما يلا قديم طيب وين القى شلون قديما اريد اريد قديما 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 تجها قديما قديما تجها ورا احسنت يا بطل صفقوله زين هسه راح اسال سؤال ماهرته ما لعبتها جو ما جاب من مكانك ماهرته يلا تعال كلامك مع احمد
ما هي تو؟ تعالي أنا بطل. ما نوع التاء هنا بها؟ المربوطة. مربوطة منفصلة أو متصلة؟ منفصلة. ليه؟ شنو سبقها؟ عرفت هو الأب. صفقولة. زين، هساعدنا يا بطل يجاوبني بساطة، ما نوع التنوين؟ لحد جاوب مكانه. يلا يا قوتة. يلا يا قوتة. بساطة ما نوع التنوين؟ ولا بساطة؟ ما نوع التنوين؟ تنوين الفتح. اي شنو يعني تنوين الفتح؟ يعني فتحتين. فتحتين، زين شو تحتاج لتنوين الفتح؟ الهاء الآ. العكاز الآ، صح قولها. زين، هسه هنا عندنا نساجتون. من يقول لي ليش الاس قريناها مرتين؟ تعال موسى. اقعد، انا ما احد اشوف احد وراك. ليش الاس قريناها مرتين؟ شنو عليها الاس؟ شده. شده شو تسوي؟ شو تسوي؟ الشد شو تسوي؟ الشد الحرف. زين ما نوع التاء هنا بها؟ تاء؟ اي نساجة تاء. تنوين التاء. تاء شنو هاي؟ ضم. تنوين الضم يا تاء هاي؟ مربوطة. المربوطة متصلة أو منفصلة؟ منفصلة. منفصلة؟ ايش فيها؟ منفصلة. أحسن صفقولة. زين يا بطل هسه يقول لي ماهرة تون. تعال ياسين. ياسين ماهرة. ماهرة ما نوع التنوين بها؟ وينها أول شيء كلمة ماهرة؟ وينها ماهرة؟ زين ما نوع التنوين؟ الضم. زين التاء بها شنو هاي؟ مربوطة. منفصلة أو متصلة؟ أحسن صفقولة. زين وردا يا زين عمر يا قطة تقبشي وردن. ما نوع التنوين بوردن؟ أول شيء وينها كلمة وردن؟ ما نوع التنوين؟ تنوين الفتح. شنو يعني تنوين الفتح؟ فتحتين. أحسن صفقولة. يلا عبودي وينها كلمة أشجارا؟ عبد الله معتز. أشجارا عفية. ما نوع التنوين؟ الفتح. تنوين الفتح شنو يعني؟ فتحتين. احسن صفقوله. يلا يا شارزاد وينها كلمه قماش؟ زين ما نوع التنوين بيها؟ الفتح. احسن صفقوله. يا علا وينها كلمه فرج؟ زين شلون بيها؟ اي اخريه لو اوليه؟ اخريه. منفصله او متصله؟ منفصله. شنو سبقها؟ أحسنتي صفقولها. زين تعال مرتجع. يلا يا مرتجع هسه كلمة نساج ليش قال الاسم مرتين؟ عليها شد. شو تسوي الشدة؟ تاكل الحرف. الشدة شو تسوي هاينا؟ الشد الحرف. الشد الحرف. زين ولا حرف الجاء عندها؟ ما نوع التنوين عليه؟ تنوين الضم. زين شنو اجى هنا؟ آخري وسطي أولي؟ آخري. آخري شنو؟ منفصل. ليش شنو السبب؟ من هو الحرف هذا؟ راح يصير هو الآ. صفقوا نفسكم صفقولة. هسا عندنا مرتجع يا حرف الجاء مالته؟ يا وسطية وأولية مرتجع؟ وسطية مرتجع. إذا من عندنا بحرف الجاء؟ صفقولة صفقوا نفسكم.